انا صاحب البيت جمال، تاخد بالك. وهنا حصلت الجريمه، اللي اسمه كمال السيد دوت، كان في خناقه هو ومراته، تمام. عمالين يتخانقوا على طول. هم الطبيعي من يوم ما ساكنين في بيتهم هم بيتخانقوا، مش حاجه جديده يعني، ده الطبيعي بتاعهم. عشان كده الناس فكرت ان خناقه عاديه زي ما بيتخانقوا. فالمهم ان هو جاب ولاد عمها واخوها وقعدوا اتفاهموا مع بعض ان هم لا مؤاخذه، هو يقعد بالست عيال وهو يشوف له حته يقعد فيها، لان حلف عليها طلاق ثالث مره فمالوش عيشه معاها طبعا. فبعد كده اتفقوا معاه ان هو لا مؤاخذه يطلع بره وهي تعيش بعيالها تربيهم. فالمهم بقى خدوه مشوا اتفقوا على كده. جه بعد 3 4 ايام جه يقول انا عايز اطلع اجيب هدومي. قالوا خلي اختك، خلي اخوك ولا اخوها يجيب لك هدومك. يجيب هدوم قال لا عيب عيب عيب، انت ما انت حر. المهم ما مش تلت ساعه بالظبط ولا نص ساعه وراح نازل. انا خلصت. انا خلصت ادي كله ودي شفناه ومشي. خلص يعني، يعني ايه يعني خلص يعني موتها.